أهلا يا أطفال، حصتكم مع عمو يزيد تجيكم هذا الأسبوع بمناسبة اليوم العالمي لأيتام الحروب. إذن يا أطفال نجحكم في دراستكم المثابرة يا أخي. عمو يزيد والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة. شخصيات أعطت للجزائر أغلى ما تملك، إنه عباس الغرور. يا أطفال، بما أننا في اليوم العالمي ليتامى الحرب وحبينا اليوم نوقف وقفة مع اليتامى كامل، وحبيت ندير لهم أغنية نقول فيها عيني عيني لا تبكي. يلا تغنوا كامل معايا. عيني عيني لا تبكي، يلا يلا كفي دموع، رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع. انتم يا أطفال ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. إذا تحية لجمعية كفي اليتيم على المستوى الوطني وخاصة مكتب مدينة مفتاح. شكرا على الحضور معنا، ونحبكم كامل يا أطفال، ورانا متضامنين معكم مع كل الأطفال المحتاجين ومع كل أطفالنا باش يتربوا بالطريقة السليمة. أنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام. مهما خالي أو عمي أعطاني حبا جما، أو أبي أو كل الناس، لن تعوضني أما، هي أمي كل الناس وستبقى أمي دوما. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدول، هيا نصفق ونغني له، تعالوا هلموا إلينا الضفوع عمو يزيد.